وخلال الندوة الصحفية اليومية كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فرار تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية 1468 حالة مؤكدة و193 وفاة فيما تمثلت 113 حالة للشفاء. اليوم تم تسجيل 45 حالة جديدة عبر 12 ولاية ليصبح العدد الإجمالي 1468 حالة مؤكدة، وكل الحالات المؤكدة متواجدة عبر 45 ولاية كما تظهر في الشاشة. وتم تسجيل اليوم 20 حالة وفاة رحمهم الله على مستوى 9 ولايات، 11 من حالة وفاة بولاية البليدة، 2 في الجزائر العاصمة، حالة واحدة بكل من بجاية، تيزي وزو، مستغانم، برج بوعرريج، بومرداس، طيف وبتنا، ليصبح العدد الإجمالي كما يظهر في الشاشة 193 حالة، منها 20 حالة جديدة. الأشخاص تمثلت إلى العلاج تمثلت للشفاء هي 113 حالة، منها اليوم 20 حالة على مستوى البليدة و18 حالة امتثلت للشفاء وغادرت المستشفى، 18 حالة في الجزائر العاصمة، والمجموع يعني 113 غادرت اليوم هياكل العلاج. أما العدد الإجمالي للحالات الذي خضعت للعلاج حسب البروتوكول الجديد يبقى 626 حالة.